قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بكنز الراغبين، قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هنا يتكلم على الدليل على المسح، وهناك دليل آخر على كونه بعض الرأس. يبقى فيه مسح ما يسمى مسحا، وهذا يؤخذ من قوله وامسح، ومسح البعض ولو كان بعض شعرة، ويؤخذ ذلك من برؤوسكم عند من قال بأن الباء للتبعيض، وهو مذهب لغوي ذهب إليه كثير من أئمة اللغة ومنهم الأصمعي، بل ويكفي الشافعي، لأن الشافعية حجة في اللغة، إذا قال قولا في اللغة فينبغي أن يتبع لأنه ناقل لها، عارف بمعانيها، عالم بتراكيبها، مطلع على أسرارها وبواطنها، وأخذها من العرب الأقحاح الذين لم تتغير لهجاتهم بعجمة ولا بلكنة، الذين كانت العربية بالنسبة لهم سليقة وذوق وإحساس. ولذلك الشافعي في هذا الباب عالم وإمام وحجة وسند وركن ركين، وكان الأصمعي يصحح الدواوين اللغوية على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا أردت أن تعرف من هو الشافعي فعليك أن تقرأ مناقبه حتى تعرف مدى اتساعه وإدراكه بعلوم العربية وفنونها. ولذلك قالوا: الباء الداخلة على متعدد للتبعيض، هكذا قال: الباء إذا دخلت على متعدد كانت للتبعيض. فامسحوا برؤوسكم، الرؤوس دي ايه؟ متعددة، لأن الرؤوس جمع رأس، فإذا دخلت الباء على متعدد كانت للتبعيض. وإذا دخلت على غير متعدد كانت للإلساق، لإلساق الفعل بمنفعله. مررت بزيد، يعني مررت بمكان ملاصق لمكان زيد. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالبيت مفرد بيوت، وقد دخلت الباء على غير متعدد، فالباء هنا للإلساق، وليس معناها فاء ليطوفوا ببعض البيت، لا، إنما ليطوفوا طوافا كاملا حال كونهم ملاصقين للبيت. فالآية تدل على أن القربان من البيت مطلوب، لكن لا على سبيل الوجوب. ووجوب التعميم في التيمم، طب ما هو طيب فهمنا القاعدة، يلا هيا بنا ننظر إلى الآيات المشابهة في مثل هذا. في التيمم قال إيه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، صح؟ طب ما هي الباء دخلت على متعدد، بوجوهكم وأيديكم، يبقى المقتضى ان يكون الوجه بعضه هو الممسوح، وليس المأمور به مسح كل الوجه. قال له: ما احنا خالفنا في الوجه لا لمفهوم اللغة وانما لمفهوم الشرع. نعم هذا مقتضاها لغة، ولكن خولف هذا المقتضى
لوجود دليل يدل على وجوب مخالفة هذا المقتضى فامسحوا بوجوهكم. بعض الممسوح، طيب ما فيش مشكلة، ولكننا خالفنا هذه الدلالة من أجل أن التيمم بدل عن إيه؟ بدل عن الوضوء، والوضوء الواجب فيه غسل كل الواجب، فيبقى المبدل منه كذلك. رقم 2 فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذه الأشياء كأنها زادت على ما تقتضيه اللغة. اللغة يفهم منها البعض، لكن البدل يفهم منه الكل، فهو زيادة على ما تفهمه اللغة. وكذلك فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعلنا نفهم الكل، هذا أيضا يوضع على الدليل. طب والرأس؟ لا، الرأس ده ليس بدلا عن شيء حتى يتبع فيه أصله، لكن احنا اتبعنا، لماذا اتبعنا في التيمم الأصل؟ وقلنا بأن الرأس، مش الرأس بقى الوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قلنا بأن الوجه كله ممسوح لأننا اتبعنا الأصل، لأن الأصل هو الوضوء والتيمم بدل منه، ونحن دائما نقرب البدل من المبدل منه ما أمكن. وجريانه لكونه بدلا على حكم مبدل، طبعا احنا هنحمل البدل على المبدل منه، هنحمل الوجه في التيمم على الوجه في الوضوء، لأن التيمم بدل من الوضوء، فما دام الوضوء يغسل الكل يبقى كذلك في التيمم يمسح الكل. طيب ولم يجب في الخف، طيب ما انتوا برضك في الخف قلتوا ايه؟ قلتوا في مسح، ومسح بالايه؟ مسح الخف. طب لماذا لم يجب فيه، لم يجب في الخف؟ ما هو الواجب في الخف ايضا ماشي مع الرأس، لان الواجب في الخف هو مسح بعض الخف وليس كل الخف، والذي دل على ذلك الإجماع. ولأن استيعاب الخف كاملا بالمسح يؤدي إلى إتلافه، لما تمسح عليه كده بالمية كأن نوعية الخف وجلد الخف لما يتعرض كثيرا للمسح بالماء يؤدي إلى تلفه، فمسح الخف يجري مع مسح الرأس، لأن المراد به البعض ومسمى المسح، وهذا المراد به البعض ومسمى المسح. لكن الذي استوجب البعض في الخف الإجماع، والعلة وهي إتلاف الخف. ومن السنة كما يقول سيدنا الإمام المحلي وروى مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بمعنى شرع في الوضوء، فغسل وجهه ثم بعد ذلك يديه إلى مرفقيه، ثم بعد ذلك مسح ناصيته، ثم بعد ذلك رجليه إلى آخره. توضأ فمسح، يعني توضأ وضوءا كاملا، وكان من ضمن هذا الوضوء أنه مسح بناصيته، والباء هنا بمعنى على، مسح على ناصيته، والباء تأتي بمعنى على. ابن هشام يقول لك مرادفة لعلى، بمعنى على يعني. توضأ فمسح بناصيته، أي على الناصية، والناصية هي مقدم الرأس، الناصية فوق أهي، شعرات فوق كده، مقدم الرأس من فوق، مسح على ناصيته. وأكمل صلى الله عليه وآله وسلم على العمامة، فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح على الناصية، والناصية هي جزء من الرأس وليست الربع، ردا على أبي حنيفة، وليست الكل، ردا على الإمام مالك. وأكمل على العمامة،
يعني أكمل المسح على العمامة من قبيل السنة. وكما قلنا الناصية هي مقدم الرأس ما بين النزعتين أو النزعتين، نزعتين أهم، البياض المكتنف الإيه؟ مكتنف الجبهة، الناصية والناصية إيه؟ ما بين النزعتين، وهي دون الربع، ردا على الإمام أبي حنيفة الذي قال لابد أن يمسح بربع رأسه، وهي أيضا دون النصف. طب السؤال، هل يجوز أن أمسح على الأذن وتقوم الأذن مقام الرأس؟ ما الأذن ليست من الرأس، الأذنان ليستا من الرأس وليستا من الوجه، بل هما عضوان مستقلان على الراجح. لأن بعضهم يقول لك لا من الوجه، بعضهم يقول لك لا من الرأس، والراجح أنهما عضوان مستقلان لا يتبعان الوجه ولا يتبعان الرأس. طب ده في حديث بيقول الأذنان من الرأس ضعفه أصحابنا وقالوا لا تقوم بمثل إسناده حجة. الله الله يا سلام، حاوي السنة وجمعوها، فدل على الاكتفاء بمسح البعض، يعني فدل فعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن احنا بناخد من فعله يا مشايخ الجواز. أقل ما يدل عليه فعل سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم هو أن ذلك جائز، فدل اقتصاره على الناصية على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، لأنه لو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو كان مسح كل الرأس واجبا لا خلع عمامته ولا مسح على كل رأسه، لكنه لما اقتصر على البعض أي اللي هي الناصية دل ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على البعض. فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بيان لهذا. قال والرأس مذكر ليست مؤنثة. ليه؟ لأن احنا قلنا كل عضوان في الجسم متشابهان تحت اسم واحد يؤنثان، كاليد والعين والأذن والقدمان، صح كده؟ والركبتان. طيب والأعضاء البدن التي لا تثنى، قالوا هذه مذكرة، والأصح جواز غسله. والأصح يبقى في مقابل للأصح، الأصح جواز الغسل. يعني إيه الجواز؟ يعني الجواز بلا كراهة، يعني لو فعله مكان المسح كفاه من غير أن يكون مكروها. وعلل أصحابنا، عللوا هنا عدم كراهة الغسل بأنه الأصل، قالوا الغسل لماذا ليس مكروها؟ قال والله لأن الأصل أن تغسل الرأس، لأن الوضوء غسل، إلا أن الله سبحانه وتعالى خفف علينا في الرأس فجعلها ممسوحة وليست مغسولة، لكن الأصل في الوضوء الغسل. خرجنا من الغسل إلى المسح رخصة وتخفيفا، فإذا عدنا إلى الأصل فإنه حينئذ يجزي. وفرقوا بين وجوب التعميم في مسح التيمم، وفرقوا بين وجوب التعميم في المسح في التيمم لا هنا، يعني هناك في التيمم
انت بتعمل ايه في التيمم؟ بتمسح كل الوجه، صح كده؟ وهنا انت بتمسح بعض الرأس، صح كده؟ طيب يا مولانا صل على النبي، مش انت بتقول ان الاصل الغسل؟ طب لماذا لا يكون الاصل غسل الجميع؟ قال: وفرقوا بين وجوب التعميم في المسح في التيمم وعدم وجوب التعميم في مسح الرأس. طب ما دي قلناها، معلش قولها تاني، بس لان فيها ابن حجر ذكر فيها زيادة كده لطيفة، بانه ثم بدل وهنا اصل. يعني في التيمم مسح الوجه بدل عن غسل الوجه، مسح الوجه في التيمم بدل عن غسل الوجه في الوضوء. فلما كان مسح الرأس مسح الوجه في التيمم بدلا عن غسل الوجه في الوضوء، كان المبدل تابعا للمبدل منه، والمبدل منه وهو الوجه كله مغسول، فيكون الوجه في المسح كله ممسوح جريا على المبدل منه. طب هنا الرأس مع ايه؟ لا، الرأس هنا اصل وليست بدلا، مسح بعض الرأس اصل وليست بدلا من شيء. فنتج ان كل من الغسل اللي هو غسل الرأس ومسح غسل الرأس ايه؟ في الوضوء، غسل الرأس في الوضوء ده اصل، ومسح الرأس ده اصل، ان كل من الغسل اللي هو ايه؟ غسل الرأس في الوضوء والمسح، لا ما يقصدش هنا، يقصد بالمسح ايه؟ مسح الوجه فيه، لا وايضا مسح الرأس في التيمم، يبقى المسح اصل والغسل ايضا اصل. ازاي بقى؟ فنتج ان كل من الغسل والمسح اصل. بس احنا من شوية بنقول ان الغسل اصل، يبقى المسح ده ايه؟ ده بدل ولا اصل ايضا؟ طيب نقول كده، وحينئذ فقياسه ان الغسل احد، نعم لا لا، يبقى هو زي ما هو احد، صح صح، يبقى الغسل غسل الرأس اصل ومسحها ايضا اصل، ده اللي هو عايز يقوله ابن حجر. مسح الرأس، مسح الرأس كده اهو بعضها ده اصل وليس بدلا عن شيء، وغسل الرأس ايضا ده اصل، فهما اصلا. وحينئذ اذا قلنا بان غسل الرأس اصل وارجع تاني معايا، وغسل اذا قلنا غسل الرأس اصل ومسح الرأس اصل، فحينئذ يكونان من الواجب المخير. ده كلام ابن حجر، كلام لطيف جدا ودقيق وصعب. وحينئذ فقياسه ان الغسل احد ما صدقات الواجب المخير، لان الواجب المخير هو ايه؟ هو احد الامرين، كما ان الواجب المخير هناك فين؟ في الكفارة،
فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى هناك المأمور بإيه؟ واحد لا بعينه، مش احنا قلنا كده في الواجب المخير؟ طب الواحد لا بعينه ده صادق على الإطعام، الواحد لا بعينه على الكسوة، الواحد لا بعينه على العتق. وبعضهم يقول لك واحد مبهم من أمور معلومة. يبقى ده ايه؟ الإطعام ده ما صدق، ما صدق الواحد ده من أفراده يعني، والكسوة ما صدق الواحد لا بعينه، والعتق ما صدق الواحد لا بعينه. فقياسه أن الغسلة اللي هو غسل ايه؟ غسل الرأس، ما غسل الرأس ده ايه؟ أصل، ومسح الرأس أيضا أصل. في التيمم لا، التيمم ده بدل وليس أصلا، لأنه لو أصل هنعتبره بذاته، وحينئذ نقول إن الباء هنا للتبعيض وإن المأمور بمسح البعض. لا، ليس أصلا وإنما هو بدل عن الوضوء. وحينئذ فقياسه أن الغسل أحد ما صدقات الواجب المخير. طب إذا كان هو أحد ما صدقات الواجب المخير اللي هو إيه؟ اللي هو الغسل. السؤال هنا إذا كان هو أحد أفراد الواجب المخير، وأحد أفراد الواجب المخير إيه؟ فما يعني ما تشتتش دماغك وبلاش النظرات الجانبية دي. إذا كان هو أحد أفراد الواجب المخير يبقى هو يوصف به يا مولانا بين واجب، فلا صح قول الأصحاب حينئذ أنه مباح، لأن عندك الإطعام، الإطعام ده تصفه بالإيه؟ بين واجب. بقول عليه واجب مخير ولا بقول عليه مباح؟ لا، بقول عليه واجب مخير. طب والكسوة؟ بقول عليه واجب مخير. طب والإعتاق اللي هو العتق ده ايه؟ أثر لي، بقول عليه واجب مخير. فكيف نقول بأن الغسل مباح وغير مطلوب، ويجي في وجه شاذ يقول لك ايه؟ ده مكروه. وقد يجاب بأن الغسل له حيثيتان، غسل ده له جهتان، حصول البلل المقصود من المسح. الغسل ده معناه ايه؟ معناه حصول البلل، وليس هو مراد به تقاطر الماء، إنما هو حصول البلل. وله حيثية أخرى الغسل اللي هو التقاطر، فهو من الحيثية الأولى واجب، فهو من الحيثية الأولى أصلي، أصلي يعني من حيث وصول البلل إلى الشعر ده أصلي، ومن حيث الزيادة على وصول البلل مع التقاطر ليس أصليا ولا واجبا بل هو مباح. وابن حجر في التحفة أحاله على العباب، الإعاب شرح العباب، في هناك كمان يعني فيه ردود أخرى غير هذا الرد، لأنه محصل لمقصود المسح، يعني الغسل ده يحصل مقصود المسح. إيه مقصود المسح يا مشايخ؟ وصوله البلل إلى الرأس، والغسل يحقق هذا المقصود وهو وصول البلل إلى الرأس، ويزيد على وصول البلل وهو أنه يتقاطر الماء بعد ذلك عن الرأس. وهذا المعنى هو مراد من عبر بأنه مسح وزيادة.
فلا يقال بعد هذا الإيضاح وهذا البيان الطويل المسح ضد الغسل. فكيف يكون المسح ضد الغسل والغسل يحقق المسح؟ ده المسح ده حاجة والغسل ده حاجة. لو قلنا المسح هو عبارة عن ايه؟ عدم التقاطر. طيب يعني مس الماء الى الرأس مع عدم التقاطر. والغسل لا، ده الغسل ده فيه ايه؟ من شرطه ان يكون فيه سيلان للماء مع تقاطر الماء من العضو، فهما متضادان. قالوا ما احنا ما نظرناش الى الجهة دي، احنا نظرنا الى ان الغسل ده بيحقق المقصود من المسح. المسح ده مقصود منه ان يصل الماء الى الرأس، والذي غسل وصل فيه الماء الى الرأس وزاد على ذلك انه قد تقاطر من العضو. طيب قال وجواز وضع اليد عليه بلا مد، يعني بلا تحريك، يعني ويجوز ان يضع المتوضئ يده عليه اي على رأسه او شعره بلا مد، يعني بلا تحريك، اعملها بس كده واشيلها، اضعها وارفعها. لماذا؟ لان المقصود من المسح وهو وصول البلل الى الرأس قد حصل. يبقى احنا بنلف مع مين يا مشايخ؟ مع المقصود حيثما دار. لحصول المقصود، ده كلام مين؟ المحلي. لحصول المقصود من وصول البلل إليه، لأن المقصود هو وصول البلل إلى الرأس، وقد وصل البلل إلى الرأس بوضع اليد عليه من غير مد، يعني من غير تحريك. قال ومقابل الأصح فيهما، لأن احنا لدينا مسألتان. المسألة الأولى اللي هي كفاية الغسل عن المسح، المسألة الثانية جواء كفاية وضع اليد على الرأس بدون تحريك، اللي هو عبر عن المد بإيه؟ بالتحريك. نعبرنا عن المد بالتحريك. التاني بقى كان نص مقابل الأصح، يعني أو مقابل الصحيح كما في المجموع. يا فندم الروضة ولا المجموعة مشايخ؟ لا الروضة، ده في المجموع. كذلك الروضة، كذلك الروضة. الله 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 أكبر. قالوا لأن مأمورون بالمسح والغسل، يبقى لما قال ربنا ليه فامسحوا، صح كده؟ والغاسل ليس ماسح، ومأمرون به المسح ووضع اليد على رأسه لا يسمى يا مشايخ لا يسمى ماسح، لأن مأمرون يا مشايخ لأن مأمرون بالمسح وواضع اليد بلا مد لا يسمى ماسح. والذي غسل ايضا، غسل ايه؟ غسل رأسه بدل ان يمسحه، لا يسمى كذلك ماسح. طيب لحظة واحدة، طيب ولو حلق رأسه بعد مسحه، مسح وحلق رأسه، هل يجب عليه أن يعيد مسح رأسه؟ لا، انقضى الأمر، فعلى الواجب الذي عليه
وانتهى. والخامس غسل رجليه. الخامس أي من فروض الوضوء. غسل يعني انغسال ولو لم يكن بفعل فاعل رجليه، معروف. وهذا فرض بإجماع من يعتد به في الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء، ولم يراعوا للشيعة خلافا، لأن الشعب يقول يا مشايخ يكفي مسح الرجلين بدلا عن غسلهما. طيب يا جماعة شيعة بما استندتم؟ قالوا استندنا بقراءة الجر اللي هي ايه؟ وأرجلكم إلى الكعبين. طيب ما لها أرجلكم؟ قالوا يا معطوفة على الممسوح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى هي معطوفة على الرأس، والرأس ممسوحة، والمعطوف على الممسوح يكون ممسوح. قلنا بس خلي بالك انه اللي وصلنا من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالف ما فهمتموه من الآية، وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم هو المثال الكامل الذي يفسر لنا القرآن بقوله وبفعله، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عنه أنه مسح، وإنما نقلوا عنه أنه كان يغسله في كل الأحوال، ولو كان المسح جائزا لفعله ولو مرة حتى يبين الجواز، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله. والآية ليست على ما ذكرتم، إنما هي محمولة على مسح الخفين، وإن لم تحمل على مسح الخفين فإنها مجرورة على الجوار، وإن نظر بعضهم في هذا الجر على الجوار وهو أنه ينبغي ألا يكون بحرف عطف، خبرك يعني إيه؟ يعني هذا جحر ضب، أقول إيه؟ خرب على الجوار الضب، هي الأصل هذا جحر ضب خرب، لأنها صفة للجحر، والجحر مرفوع وصفة المرفوع مرفوع، لكنه جرها لأنها مجاورة مرافقة للمجرور فجرت على الجوار، والجر على الجوار كما قال المحققون يشترط ألا يكون بحرف عطف، لكن اللي حصل هنا أنه بقى بحرف عطف، فيتحتم حينئذ الحمل على المسح على الخفين، أو لأنه على سبيل المجاز، أي أنه يغسل غسلا خفيفا يشبه المسح، وكأنه عبر بذلك نظرا للأمر بالاقتصاد في الماء وعدم الإسراف. طيب كلام جميل. مع الكعبين، مع الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان أسفل الساق، فالكعبان مغسولان، ودل على دخولهما في القدمين، دل على دخولهما في الرجلين ما دل على دخول المرفقين في اليدين، فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو احنا قلنا ايه هناك؟ أو الإجماع، أو الآية، بس على تقدير ايه؟ على تقدير ها ان الآية الإلة غاية للترك وليست غاية للغسل، ذكرنا ذلك وفصلناه بما لا عودة فيه ولا إعادة، انه قريب العهد. طب هب ان الكعبين في غير محلهما، يعني طلع الكعبين عنده فين؟
قريبة جدا في الساق، فماذا أصنع؟ يغسل إلى الكعبين، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الغسل بغاية معلومة وهي الكعبان، فينبغي أن يغسل مع كعبيه من كل رجل، لأن في كل رجل فيه كعبين، كعب أسفل، كعب يعني أيمن، وكعب أيسر، وهما أي الكعبان العظمان الناتئان يعني البارزان، أصلهما البروز، والناتئ مفرد، والناتئان مفردهما ناتئ، والنون والتاء والهمزة أصل ناتئ، ده أصل في الكلمة، يا صحيح أصل صحيح، يدل على خروج شيء عن موضعه من غير بينونة، يقول لك ده ناتئ، ناتئ يعني إيه؟ يعني بارز، خرج عن موضعه إلا أنه غير منفصل. يقولون نتأ الشيء إذا خرج عن موضعه من غير أن يبين من موضعه، الناتئان من الجنبين، الجنب اليمين والجنب الشمال، جنب اليمين والجنب الشمال، عند مفصل الساق. بص كده هي فيها مفصل اهي، فين المفصل؟ عند مفصل الساق، بين عند مفصل الساق والقدم، يعني هي ما بين الايه؟ ما بين القدم وما بين الساق، الساق اللي هو العظم الذي يلي الركبة، والقدم الذي يلي الرجل، والمفصل بوزن مجلس. تقول ايه مفصل مجلس؟ واحد مفاصل الاعضاء، احنا عندنا في الاعضاء في الانسان عدة مفاصل اهي، بص اهي زي مفصل الباب بالظبط، 360 360 كما ورد في الحديث، صح كده يا دكتور؟ ماشي، بارك الله فيك. والساق بالهمز وتركه، تقول ساق وساق، ما بين القدم والركبة، ما بين القدم والركبة ده يسمى ايه؟ يسمى ساق، ويؤنث على المشهور، ويجمع على أسواق وسيقان وسوق. والقدم من الإنسان معروف، وهي أنثى، كلنا عارفين، عارف يعني ايه قدم؟ طيب، تصغر قديمة بالهاء، وجمعها أقدام، قدم وأقدام، مثل سبب وأسباب. تقول العرب وضع قدمه في الحرب، يعني وضع قدمه في الحرب يعني أقبل على الحرب وشرع فيها، ويقولون له في العلم قدم، قدم يعني ايه؟ يعني له في العلم سبق، سابق يعني انه بيطلب علم منذ فترة طويلة. قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ في السبع بالنصب، وأرجلكم إلى الكعبين، هيبقى معطوف على ايه؟ يبقى معطوف على ايه؟ على الوجه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأرجل معطوفة على المغسول لا الممسوح في قراءة النصب، وبالجر عطفا على الأيدي، ممكن عطفا على الأيدي، والأيدي دي معطوف على ايه؟ ما معطوف على الوجه، وبعضهم يعبر يقول لك يا معطوفة على الوجه، نظر لأن الوجه هو الأول، هو الأول، عطفا على الأيدي لفظا في الأول. صحيح، الأول اللي هو ايه؟ قراءة النصب، ومعنى في الثاني لقراءة الجر، لجره على الجوار،
قال لك لانه الارجل جاورت الراس والراس مجرور، فكذلك الارجل تجر لانها مجاوره جنبيها على طول. والفصل بين المعطوفين فصل ما بين ايه؟ فصل ما بين الايدي المغسوله وما بين الارجل المغسوله بممسوح، والغسل يجانس الغسل ويختلف عنهما المسح، فايقاع المختلف بين المتجانسين له فائدة، وفائدته كما فهم علماؤنا هي وجوب الترتيب. والفصل بين المعطوفين للإشارة دلالة، كده في دلالة إلى الترتيب، الترتيب يعني إلى وجوب الترتيب، بتقديم المسح، مسح إيه؟ مسح الرأس على غسل الرجلين. وإذا ثبت هذا في الرأس والرجلين فيثبت كذلك بين الوجه وبين اليدين. طيب أول شيء بقى يا مشايخ لجره على الجوار، مغني اللبيب للإمام ابن هشام اعترض على هذا وقال إن الجر على الجوار كما قلنا منذ قليل إنما يكون بغير عاطف، كما ذكرنا هذا جحر ضب، بقول إيه؟ خرب، بجر خرب مع أن حقها الضم لأنها مجاورة للضب المجرور. وقد رأينا أن الجر على الجوار ليس فيه حرف عطف وهذا شرطه، ولذلك بطل أن يكون اللفظ في الآية على الجر ليس من باب الجر على الجوار. طيب حاجة جميلة، وقالوا ايضا بانه طيب يا سيدي هي يعني معطوفه على الممسوح لكن ليس المراد ارجلكم ذات الارجل وانما المراد ملبوس الارجل وارجلكم الى الكعبين، يعني وامسحوا على ارجلكم يعني على الخف الذي تلبسونه على ارجلكم، ولا بد ايضا في هذه القراءة من تقدير لان انت مش هتمسح على القدم على بشرتها وانما ستمسح على خفها، او لعله اراد بها الغسل الخفيف الذي يقارب المسح ويكون في ذلك طلبا لاقتصاد وعدم المبالغة في الماء. طب لماذا نص على الماء دون بقية الأعضاء؟ قال لأن لماذا نص على الأرجل وجعلها مقتصر في غسلها دون بقية الأعضاء؟ قال لأن شأن القدم أن تغسل بإفراط. ليه؟ لأنها هي الملاقية للأرض، لأنها هي التي تتسخ، لأنها هي التي وهكذا، فكان شأنها أن يحصل لها اتساخ، والاتساخ شأنه أن يصرف الإنسان عليه في وضع الماء، فنبه على ذلك من أجل أن من شأنها أن تغسل زيادة على غيرها. وعليه فالباء المقدرة للإلساق، مقدرة فين؟ وبأرجلكم إلى الكعبين، تبقى الباء هنا للإلساق. إلساق الإيه؟ إلساق الماسح بالممسوح. طب إحنا عملنا ليه كده؟ قال لأن الأصل هو اتفاق القراءتين لا اختلافهما.
طيب احنا هنقف عند هذا القدر اللي هو ودل على دخول الكعبين في الغسل فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في حديث مسلم في اليدين أنه مسح يعني إيه غسل يديه حتى أشرع في العضد، وكذلك في قدمه صلى الله عليه وآله وسلم. وغسل الرجلين هو الأصل، وسيأتي جواز المسح على الخفين بدله، يعني ومسح الخفين ده ايه؟ ده بدل من الغسل. ما اطلقه الاصحاب هنا من ان غسل الرجلين فرض محمول على غير لابس الخف، لما يقول لك هو فرض ان لم يكن لابسا للخف، ان كان لابسا للخف اما ان يغسل القدمين وإما أن يمسح على الخف. والمقصود بالأصل هنا الغسل، والمسح يكون بدل عن هذا الغسل. ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي، يعني قطع عنده مثلا إلى ما قبل الكعبين وجب أن يغسل الباقي، لأن الميسور لا يسقط به المعصور، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طب لو قطع فوق الكعب فلا يجب عليه أن يغسل شيئا، لكن يستحب أن يغسل شيئا مما بقي لئلا يخلو عضو عن طهارة. طب لو لم يكن له كعب، خلق من غير كعب، اعتبر قدره من المعتدل. طب وجد لديه الكعب ولكن في غير محله، العبرة به ولا يقدر مع وجوده، ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين. يعني انت عارفين كده الرجلين دي احيانا بيبقى فيها ايه مشققة، الجماعة اللي بيشتغلوا في الاراضي الزراعية بص تلاقي ايه في الزراعة والفلاحين تجد عنده شقوق، الشقوق دي أحيانا يدخل بها شمع يكون جواها طين وسخ، وكذلك ما بين الأظافر يكون في وسخ يجب إزالته قبل الوضوء. قالوا من عين، يبقى يجب أن يزيل هذه العين التي في الشقوق التي في القدم كشمع فيها شمع، عارفين الشمع؟ الشمع ايه؟ الشمع دي ساعات تسيح كده وتدخل ما بين الشقوق. لا ده من الظهر يا مولانا، لانه ظهر خلاص. ده شق كده، شق وظهر ما بينه واصبح من اصل. انت ما شفتش الكلام ده؟ ده رايته ابشع من هذا، ده بتبقى واسعه جدا ويدخل فيها الشمع ويدخل فيها وهكذا. ولا أثر لدهن ذائب، لأنه عم كالسائل، يعني الماء يأتي وهو لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة. ولون حناء، لأن لون الحنة لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة. ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع الماء من الوصول الى ما تحته. شوف اصفر رجلك كده اهو، ممكن تجد فيها وسخ تراب لازق، هذا التراب يمنع من وصول الماء الى ما تحته. الركن السادس الترتيب على ما ذكرناه، والترتيب ده مشايخ يعني حاله يطول هكذا، يعني على نحو ما مضى، بأن يبدأ بوجهه مقترنا بالنية، ثم بعد ذلك يغسل القدم، يغسل اليدين إلى المرفقين، ثم بعد ذلك يمسح الرأس، ثم بعد ذلك يغسل الرجلين إلى الكعبين. من البداية بالوجه، بغسل الوجه مع اقتران الوجه بالنية، ثم اليدين، ثم بعد أن ينتهي من غسل كل وجهه
يغسل كل يديه إلى المرفقين ثم الرأس، بعد أن يمسح بعضا من الرأس مما يصدق عليه اسم بعض، ينتقل بعد ذلك إلى الرجلين. والدليل في ذلك الاتباع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، فلو كان الترتيب غير واجب لتركه ولو في حديث، كما في صحيح مسلم وغيره. طيب نقف عند هذا الحد.